السلام عليكم، أهلا بكم النهارده. اهلا بكم مره ثانيه مع الام هنيه. شيف موسى، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. تعبينك وقالب مطعم الصبح، فطبعا بنشكرك. قول لي بقى، انت مطعم لبناني وانت شيف مصري، ف اكيد ليك طريقه في اكلك، واكيد ماشي على الستاندر اللبناني بس بالطريقه برضو النفس المصري شويه. بالظبط، المقارب دي صح كده. قول لي بقى، ايه اللي انت هتعمله لنا النهارده؟ اكل لبناني مختلف عن كل المطاعم ان انا جاي لك عليه النهارده، اللي انت عندك حاجه مش عند حد. الشيش. الشيش، شيش طاووق. شيش طاووق هو وراك الفراخ، قطع كبسات وراك الفراخ. حلو. احنا بنتبلها، المعتاد في مصر بيتعمل بالزبادي والثوم. مظبوط. احنا عندنا بنتبل بالتدريجه الجديده اللي هي التوميه. التوميه. التوميه يعني التوميه واحده واحده عليا. التوميه نعرفه ان سوس توميه او سلطه التوميه. لا، سوس توميه. سوس توميه، التوميه الابيض بيض ومش عارف ايه. الحاجات دي بتعمله ازاي؟ بنعمله، بنجيب راس توم. حلو. بنحطها في البلندر مع ثلاثة ابيض بيض مع كوبايه الزيت الزيتون، وبنضرب دوت. بيطلع معاك الكريمه، بيطلع لنا فوق كريمه التوميه. حلو قوي. وبعد كده حضرتك بنغسل الشيش الاول بملح الليمون والخل والليمون عشان الزفاره، عشان كمان عشان تطهيره. حلو. وبعد كده بنحط البهارات، وفي لمس بهارات عندنا بنجيبها من لبنان. حلو. بنحطها بهارات خاصه بيكم انتوا في المطعم عندكم. المكان احنا بتستلم. حلو قوي، جميل. ونبتدي نرنخ الشيش ويتبل كويس. قد ايه مثلا؟ ما بين 12 ساعة ل 48 ساعة، يعني ممكن نص يوم لحد نص يومين. يومين مفيش مشكلة. بتتبلها بالليمون والخل. كل ما بيقعد كل ما يتست أحلى. أكيد طبعا. طب وبالنسبة للصوص التومية بتحطه إيه؟ في إمتى؟ قبل ما تحط يعني قبل ما نبتدي نشتغل بحوالي 6 ساعات 7 ساعات. قبل ما تحط على الفحم قبل على الشواية. أو الشواية بست ساعات عشان يبتدي يكون شرب الصوص بتاعه. حلو قوي. أنت قلت لي إن أنت بتسيخ الشيش طاووق. بنسيخه على سياخ معينة، اللي هي السياخ العريضة المبططة اللي هي بيتقال عليها حلبي أو بيتقال عليها اللبناني. تفرق. بتفرق كتير. بتفرق في الطعم ولا التسوية؟ في الطعم وفي التسوية. التسوية بتفتح المسافة بتاعت حتة الفرخة وتخليها رايقة كده، وبتنفس قطعة اللحم وتخلي الفحم ياخد ويدي مع الشيش. حلو. فيها كذا مونيه. فيها شغل عالي من الاخر. عايز تقول لي كده يعني. ماشي الكلام. طب يلا نتبل مع بعض الشيش. انت في البدايه قلت لي اللي انت عامل. لا اشتغل، ما اتكلمش الاشي مني. قلت لي ان انا تبلت كويس جدا فكره الفراخ بتاعتي، وجبت وراك الفراخ قطعتها مكعبات، حطيت عليها ملح الليمون عشان يدي المزازه. مظبوط كده. وحطيت عليها خل وليمون فريش. بالظبط. صح كده. بالظبط. وتسيبها شويه، وبعد كده تحط عليها معلقتين ثلاثه من التوميه. صح كده. بالظبط. حلو قوي. وتتبلهم كويس، وبعد كده تبدا تحطهم وبنشيش وبعد كده نستنى شويه حوالي 10 دقايق يتشمع شويه. يتشمع وبعد كده بنحذف. حط على الفحم على طول. على النار. طب قول لي احنا لحد كده وفهمنا الموضوع. ايه فكره صوص تاني بتعمله؟ قلت لي مشروم. ايه دوت؟ بيتقدم مع ايه؟ بيتقدم مع شيش. شيش مطفي. شيش مطفي يعني اي حاجه مطفيه بحاجه. مظبوط. يعني ايه اللي هو؟ بنقدم معاه مشروم وثوم. حلو. فلفل حامي، سنه هوت صوص لو حسب الرغبه. حلو. وبنتبل لنا تتبيل البهارات كمان معاه معينه بتاعتنا احنا. كل واحد اقف معاه شويه يقول لي انا عندي تتبيله بهارات معينه. ماشي الكلام. سر المهنه. ماشي يا اخوان، هنعملها قدام حضرتك وهتشوفها. ماشي الكلام. خلاص عادي. بالنسبه لنا كده للشيش، هنسيبه ثواني كده. وبعد كده هنجيب السيخ الميه بتاعتك. ادي السيخ المبطط بتاعنا. ده السيخ المبطط بتاعك. هنبتدي نشوف كبير. شوك عادي جدا. حلو قوي. يعني المقصود يا جماعه النهارده ان هو بيتكلم على طريقه شيش طاووق مختلفه تماما عن اللي احنا نعرفه. هو عنده ميزه كويسه جدا اللي هو بيشتغل كمان على الفحم، فالفحم دايما بيظهر كل الريحه الحلوه وبيطلع كل طعم موجود في اي نوع انواع اللحوم اللي اتحط على الشوايه. قال لك انا تبلت كويس وهشيش. اللي افضل من ده ومن ده ان هيعمل صوص، صوص بالمشروم والهوت صوص او فكره اللي هو الفلفل الحار اللي هو مشطشط شويه، ويحط كمان معاه بصلايه وهياخدها سوتيه بشكل بسيط ويطفي عليها بخل. قلت بسنه عصير ليمون. بسنه عصير ليمون. فهتبقى عامله زي الطشه بس طشه حامض. بطعم مزازه. هي بتتقال عليها الحامض. صح كده. ومعها كمان المشروم. المشروم ما يفرقش عندي فريش او كانز. تمام زي الفل قوي. ده كده انت شيشت خلاص السيخ. تعالى نشوف كده السيخ الحلو ده كده. يعني برضو السيخ اللبناني غير السيخ المصري اكيد، بس يعني شكله من البدايه شكله حلو جدا. اكيد في النهايه ان شاء الله طعمه هيكون افضل من شكله، وباين جدا نظافه الفراخ. وبتفرق قوي فكره لما تشم ريحه فراخ وهي لسه نيه، وغير ما تشمها وهي كمان مستويه. وانا من وجهه نظري والافضل لما اجي اقيم اكله بقيمها من البدايه مش من النهايه. البدايه بتعتمد على النظافه، تعتمد كمان على المقادير المخدومه بيها قطعه اللحمه او الفراخ او السمك، فده حاجه معتبره. فخلينا نسوي الشيش ده ونعمله كمان الطافيه اللي انت قلت عليها. حلوه قوي. توديه على الفحم 10 دقايق ويرجع. 10 دقايق بالظبط. جميل جدا. بعد كده تخش بقى تعمل الصوص. الصوص
حلو قوي. انا شايف يا شيف انت عندك عامل في كبده هنا هتعملها بدبس الرمان صح كده؟ بالظبط. وفي كمان ايه تاني؟ وفي كفته، وفي كفته معانا نعملها بخشخاش مع العجينه. الخشخاش خشخاش خشخاش يعني حاجه احنا بقى. حاجه ايراني ولا لبناني؟ لا لبناني. لبناني حلو قوي ماشي الكلام. خلاص تخش تعمل الصوص دلوقتي. ان شاء الله. بس الجماعه الايرانيين برضو فكره المشويات ده اكتر الاكلات تاكلها في الخليج، فتروح مطعم ايراني مثلا او مطاعم المشويات دايما موجوده في معظم بلاد الخليج، هتلاقيه عنده فكره الخشخاش بطعم الكفته او الكباب او انواع كتير جدا صوصات بيحطوا فيها انواع كتير قوي من الروائح اللي بتعلي تيست جدا، فاكيد ليها طعم كويس جدا. وعايزين نعرف كمان فكره الخشخاش كصوص او كتتبيله هنعملها ازاي. بس خلينا نخلص الاول الشيش الاول. حلو. حطيت زيت زيتون. هنحط زيت زيتون معلقه على معلقه ونص. هناخد بتاع نص معلقه ثوم. حلو. هنديها مع المشروب. هناخدهم ستين. الزعتر هتخش معاه ولا مش؟ سنه خفيفه. زعتر فريش او ناشف؟ ناشف. حلو قوي. هناخدها سنه. هنطجن بلغتنا احنا في البيت. هنطجن الهام بتاعتنا احنا او نسبك. بالظبط. حلو قوي جميل. هنطجنها وبعد كده لغايه ما يوصل تسويه معينه. تسويه للون معين هيكون الذهبي خفيف عشان مع الشيش اللون بتاعه هيبقى المصفر اللي هو شويه كده. فهمت. الكريمي هروح نازل معاه. حلو. الشيش هينزل معاه وبعد كده هنطفي الاثنين مع بعض. جميل. يعني انت لما تجيب قصدك الفحم الشيش مع الفحم من على الشيش مع الفحم وانت تعمل الصوص هتحط من السيخ على الفحم عليه فياخد نفس الزيتون والمشروم والخضره والحاجات دي كلها بنفس التست فيعلي التست معاك اكتر. بالظبط. وبعد كده تحط كله في السيرفي او تقدم الطبق بتاعك في الطاجن بتاعك في الطاجن. قدم الشيش طاووق في الطاجن تحتيه بيكون العيش المرقوق. العيش المرقوق او العيش الصاج. العيش الصاج او العيش المرقوق اللي هو المرقوق اللي هو الرؤية. الرؤية او صح كده؟ بتعمل على انا بترجم برضه كل اللغات. ماشي كده. حلو. طيب البقدونس دي هتشتغل بيها بحاجه؟ بنطعم بس بيها للصوص. للصوص تعلم معاك التيست وتكسر اللون الابيض. مش بالمفهوم الصوص الجامد على قد مفهوم ريحة الأكل اللي تحطه كله مع بعضه. يعني انت حاطط مشروم مع زعتر مع فلفل حار لو حبينا وحاطط ليمون وهتطفي بليمون زي ما بتقول وزيت زيتون. بس انا في حاجه شغلاني وانا عارفك انت موطي النار قوي على زيت الزيتون، لاني انا بوضحها لسبب واحد. ممكن حد فينا يخش يستخدم زيت الزيتون على سنوز ذره فيسيبه يقدح. فده غلط. صح وانا غلطان؟ لو قدح زيت الزيتون بيأكسد ويقلب العكس، لان هو فيه جزء اوميجا. فالاوميجا دي اكيد حاجه صحيه جدا. وزيت الزيتون اكتر الاكلات ليه بيبقى داخل في تركيبه السلطات صح كده. احنا نحط فص الثوم بتاعك. سنه الثوم بتاعتنا. حلو. ايوه. ومش هنسيبها تلون يعني. وايه؟ مش هنسيبها تلون. مش هتكبها. مش هسيبها تعمل ايه معلش؟ تلون. تلون اللي هي تستوي شويه. نقطه طباخين واحده احنا بس نعرفها، ولكن انا بحب دايما اوضح لحضراتكم لو شوحنا زيت يبقى كذا. الحاجات الاساسيات دي احنا ممكن عادي جدا انا كعلاء ممكن افهمها طبعا اكيد من اصدقائي في المهنه، بس في ناس كتير قوي برده ما تبقاش عارفه الفكره دي، فلازم برده استرس عليها شويه واعرف اكتر الامور. طيب انت كده خلاص حطيت فص الثوم والمشروم ابيض مع المشروم. مشروم فريش. مشروم فريش او علب زي ما احنا بالظبط. سنه زعتر خفيفه. الزعتر الفريش. جميل. وناخد سنه الفلفل الحار. الفلفل الحار. جميل. ونقلبهم مع بعض. البقدونس في الاخر هي الليمون. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. الليمون بنحطه اخر حاجه عشان المرار. عشان المرار. والبقدونس عشان ما يبقاش. عشان اللون. عشان اللون احنا خدناه. صح كده؟ هي دي التفاصيل اللي ممكن دايما نكون محتارين لما نبقى قاعدين في مطعم للدنيا او اي نوع من انواع المطاعم وتشوف الحاجة مستوية بس لونها هو هو، فتخيل إن الحاجة ممكن تكون لا، هي الحاجة تحط بتدريج التسوية، يعني أكيد ما بنعملش التوم والبصل كتسوية زي مثلا الفلفل الألوان أو المشروم اللي هو الفريش أو العنب، وما بنعملش كمان فكرة البقدونس زي الريحان، الريحان ممكن يغلي غلوتين، بس البقدونس لو غلي تلاقيه إغماء أكتر، والريحان يغلي إمتى؟ في صوصات، صوص أبيض أو صوص أحمر، بس في آخر خمس دقايق من التسوية، ولكن دايما بنحافظ على فكرة الألوان الخضار أو الخضرة عامة لسه تكون بزهوتها كده زي ما احنا بنقول، تبقى افضل من ما يكون مستوي زي على بالظبط. حلو قوي. فلفل حرب على المشروع خلاص خدوا وقتهم. خلاص بياخدوا وقتهم. حلو. هننزل بسنه البقدونس خفيفه كده. البقدونس. طيب حلو قوي. انت كده مثلا خلاص يعتبر خلصت الصوص. فاضل عندك فقط غير يجي السيخ من الشوايه وتقفل الطبق ده. بالظبط. حلو قوي. خلاص انت حط حاجه ثانيه عشان قبل ما اطلع فاصل. لا خلاص اقفل الطبق ده. لا. يعني ده فاضل له فقط غير السيخ يجي من جوه ان شاء الله. من جوه من الشوايه ويتحط عليه ويتغير على طول مع العيش اللي هو صاد. حلو الكلام. زي ما حضراتكم شايفين ده اول طبق مع حضراتكم. عرفنا بالتفاصيل من بدايه التتبيله ومن وقت التتبيله ومن كل حاجه اتحطت في الطاسه. هنطلع فاصل صغير جدا عقبال ما يجي السيخ من قلب الشوايه من على الفحم، وبعد كده نحطه في الطاسه، وبعد كده نشوف هيغرفوا لنا ازاي الشيف موسى بعد الفاصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. شفنا جبت الشيش من على الشوايه وخلاص خلصت الصوص جاهز بتاعنا. حلو قوي. هتحط ده ياخد النفس زي ما انت بتقول. بالظبط اهو. جميل.
اللون المحمري ده طبعا من التوميه اللي حطيتها، من التوميه مع الفحم، مع الفحم هو اللي اداك اللون ده، وشامم الريحه ما شاء الله يعني باينه. وهنبتدي حاجه حلوه جميل. هتزود حبه سبايس شويه، نساوي سن سبايسي. يلا ماشي الكلام، نحب السبايس شويه عشان برضو ناكل ونستمتع، مش كتير عشان استطعم حاسس. لا بلاش شغل الطباخين ده عليا يا عم موسى، حط ده سبايس كتير عشان انسى الاساس واقعد اكل في شطه. لا حبيبي تسلم ايدك. حطه على العيش الساق. على العيش الساق هنبتدي نزرق. جميل قوي. وتطلعه في طبق النحاس، طاجن النحاس. طاجن النحاس حلو قوي جميل. ده طبق انت مميز بيه. جميل قوي. ده الشيش اللي معمول بالمشروم وتتبيله مختلفه. عجبني قوي شكل الشيش، وعجبني كمان مش شكل الشيش بس، فكره ان انت حطيت مشروم مع الشيش طاووق وحطيت الزعتر والروائح الحلوه دي كلها، اكيد ليها فايده صحيه قويه جدا انك تحط الزيتون مع زعتر ومع الطوب، اكيد تست بيعلى. خلينا نفكر في حاجه قبل ما ناكلها، وده من الناس اللي انا يعني ايه بحب اقعد اتخيل الطبق اللي هاكله. جميل زي الفل اللي شفنا. تسلم ايدك. ده كده تمام التمام. هنبتدي بس وسنه ايه؟ شويه ورق بقدونس. ورق بقدونس براحتك خالص على الوش. ده كجرنش. وده كان اول طبق يطلع من ايد الحاج موسى. تمام حلو قوي. الله ينور عليك. تسلم الايادي. طيب الطبق الثاني. الطبق الثاني اللي هو الكفته ان شاء الله. جميل. الكفته عايزين نتكلم شويه على الكفته اللبناني، لانك انت قلت لي اعملها بصوص الخشخاش. فمعلش خلينا نوضح واحده واحده فكره نسبه الدهن اللي في اللحمه المفرومه قد ايه، ونسبه اللحمه الحمراء قد ايه، اذا كانت داري او كان دوش. عايز اسمع من حضرتك فكره الكفته عامه. من 30 ل 70. من 30 ل 70. ال 30 دهون وال 70 لحم احمر. بالظبط ماشي الكلام. وبنستخدم نوعين لحم. نوعين اللي هو الضاني والبتل. مفيش اي نفس تاني. نفس المفرمه. نفس المفرمه حلو. مفيش اي اضافات تانية. حلو. طب واحده واحده معلش. ناس كتير تحب الكفته الضاني فقط لا غير، وفيها سنه ليا، وفي ناس تحب الكفته البتلو وفيها سنه الدوش الملبس او بالزبط. فكره الملبسه. ليه ما بتعملش دي لوحدها ودي لوحدها، وليه مكسهم الاثنين؟ احنا بنمكس مع بعض على اساس ليها تيست معين لوحدنا. ليها تيست معين بتاعنا احنا كتمييز. كتمييز مش بالزبط. بس اللي هو اختراع وخلاص. لا مش اختراع وخلاص. حلو قوي. يعني بنتكلم في نسبه نقول مثلا كيلو الا ربع بما يعادل لحم ضاني على بتلو مفرومين لوحدهم احمر، وال 30 دول هيطلع ملبس ولا يطلع ليا؟ لا ملبس. ملبس ما بندخلش ملبس. دي اللي هي حته اللحمه زي مثلا الحته من اي حته لحمه ملبسه، هو عند الجزار عارف الكلام ده كويس قوي، فبتبقى نازله في المفران بتعمل عرق تشد فكره حته اللحمه المفرومه. لو ما فيش لحمه مفرومه فيها حته ملبسه او حته دهن تلاقيها سايبه وهتقع من على السيخ حتى لو اتعملت ايه. الحاله الوحيده اللي ممكن نعملها هي تمشي كوبيبه فتتحمر بالبرغل. صح يا شفنا؟ بالظبط. تمام زي الفل. هناخد قطع اللحمه نتبلها بايه يا شفنا؟ هندي بصل مفروم. بصل مفروم. احنا قاصدين ان احنا ايوه عشان انا كنت هجيلك. يعني انا اعرفه على الكفته ان لازم ابشر البصل كويس واعصره، اخد الميه واديها على الكباب، واخد البصل المبشور بدون ميه عشان ما يفصلش مني فكره السيخ على اللحم المفروم. احنا بنحط البصل المفروم على اساس ان احنا عاوزين التكه اللي احنا عاوزينها. الجرش قصدك؟ الجرش الفريش. عايز تطعم البصله وانت بتاكلها. بالظبط. مع الصوص، لان احنا الصوص ما بنحطش فيه بصل، مع التومه مع الصوص بتطلع النكهه. معلش واحده واحده عليا. دلوقتي البصله دي مش ممكن تجيب ميه منك؟ لا ما حتى لو جابت ميه احنا ظابطين ال 70 ال 30 عشان خاطر توزن معاك. ما تجيبش معانا الميه. حلو قوي. خليني نقف عند الجزئيه اللي عايز اوضحها لحضراتكم، ان عشان بس ما اجيبش بصلايه مفرومه واحطها على اللحمه واقول هتبقى زي الفل زي ما الشيف علاء والشيف موسى قالوا. لا خلينا ناخد بالنا، هو ظابط كميه الدهن او الدهون اللي موجوده ما بين اللحمه المفرومه عشان خاطر تكون وزنه معاه شويه، والبصل المفروم اللي حضراتكم شايفين بصل مفروم بس ناعم جدا، مش باين يعني بنسميه احنا على سن السكينه. بالزبط. مش باين خالص، فده هيوزن معاك كتير قوي فكره الطعم. حلو قوي. ده بصل. وايه تاني؟ وبهارات لبناني. جميل. مع سنه بهارات برضو زي الفايف زي سبع حبات. حلو. يعني تشكيله البهارات بتاعتنا. البهارات فلفل اسمر اساسي. فلفل اسمر اساسي، سنه كزبره خفيفه، وفلفل ابيض، وتبل كويس. جميل قوي. توكل على الله. حلو قوي. دي بتتبلها على طول، مش مستنيه تحطها كتير. لا لا خالص. جميل. حط مثلا بس لازم ندعك ربع كيلو ندعك الاول. لازم الاول نشبع حته اللحمه مع البصلايه. نشبعها بمعنى تقلبها كويس. بتقلبها كويس قبل ما انزل بالبهارات، وبعد كده بركب بقى بهاراتي عليها. حلو. زي ما انا عاوز. ونسبه وتناسب. حبه ملح، حبه فلفل، حبه كمون، حبه اي بهارات انت عايز تحطها. جميل.
بهارات اللبناني هي اللي هي دي بهارات السبع حبات او الكبه الصيني او فكره البهارات المشكله او البهار الحلو او البهار الحلو اللي هو الفلفل الابيض او البهارات المشكله احنا بنجيبها من عند العطار موجوده متوفره في كل حته. اما فكره البهارات اللبناني هو وطعه اللبناني فاكيد بيجيب حاجته من لبنان فيعني بتبقى فرق شويه في فكره الخامات. حلو قوي. بنحط الفلفل مع الفلفل الاسمر بنمكس طبعا بنمكس سن البهارات. حلو كلام. مع سنه البهارات بتاعتنا. جميل. وبندي سنه كزبره خفيفه قوي. كزبره ناشفه. اه عشان احنا الصوص احنا بنحط فيها كزبره عشان نركب الصوص. حلو. انت تعمل صوص كمان للكفته الخشخاش. بالظبط. حلو قوي. جميل. قلب كويس جدا. وبنملح بس بدرجه التمليح ما تكونش عاليه لان احنا الصوص هيكون في ملح. بالظبط. حلو الكلام. اكيد في حاجات صغيره كده لازم نسال فيها ودور ان انا طبعا اكيد وداع بس تخش تحت عبايه الشيف وافهم منه فكره ممكن هو يحط بهارات كامله جدا ويجي عند الصوص ما يحطش فلازم انا اوضح دي هيعمل صوص اكيد صوص ثاني على كفته واحنا عندنا في مصر او معظم المشويات في اي حته في العالم هو صوص طحينه مهما يكون شمال ويمين. انت تعمل صوص خشخاش برضو؟ اه صوص خشخاش بصوص طماطم. بصوص طماطم انا شايفك انت عامل صوص طماطم جاهز. جميل جدا كده انت خلاص. الكفته كده خلاص. حلو. هنجيب السيخ بتاعنا. حلو. برضو السيخ الشامي. الشامي حلبي. اللي هو المبطط. اللي بيفرق معاك في التسويه والطعم. بتدها بطط. حلو. جميل. وبنعقلها. نعقلها اللي هي يديها عقل يعني بحيث ان هو يجي يطلع من السيخ ما تبقاش حته لحمه كامله يبقى حته لحمه متفصله. صح يا شباب؟ بالظبط. جميل. حلو قوي. جميل. ده سيخ كفته على مزاجك كفته الخشخاش. سيب لي دوت وخش على بعده. ده سيخ كفته اللي الشيف موسى عامله يعني كفته لبناني بس بطريقه على مزاج شويه. فكره الكفته احنا عرفناها كويس قوي واكيد يعني واضحه زي الشمس. فكره تحط لحمه ضان على لحم بتلو اكيد مش هدفه انه يزود كميه اللحوم ولكن هدفه انه ياخد تيست معين وهو ده الحلو. فكره انه يحط بصلايه من غير ما يكون فيها ميه او فيها ميه هي دي برده هي وجهه نظر. اللي افضل من ده ومن ده فكره الصوص اللي هيعمله او صوص طماطم. مش عايزين نروح لفكره كفته بصوص طماطم ان انا افكر في داوود باشا او افكر انها تكون موجوده معاها كشكل طبيخ او افكر ان انا عاملها كفته جمري بالبطاطس صوص طماطم. فلا خلينا ناخد بالنا ان الصوص ده اكيد هيبقى بره مش برا. مش شارب. بالظبط. ده هيروح الفحم. اكيد هستمتع بطعم الفحم. بالزبط. اما الصوص ممكن يكون سبرت على جنب. ممكن يكون سبرت على جنب وممكن بنرصه على الكفته وبندي وبنحط مثلا قليل من الصوص على وش الكفته عشان يبين ما بين الطعم الفحم وما بين طعم الصوص. النبي عجبتني قبل كان ده كله قليل. ماشي يا عم موسى هتودع الفحم على طول. وهنعمل الصوص بالمره. صح كده؟ جميل. يعني برضو احنا كمصريين لينا تيست عالي برضو في اكلنا. خدوا بالكم مهما كان المطعم او مهما كان نوع الاكله سويسريه امريكيه لبنانيه ايا كان اللعبه شيف المصري انا مش بتكلم عشان انا شيف مصري والله بس انا بتكلم بجد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد رزقه وحتته انه يعمل الاكله بطريقه تكون مميزه او طريقه تكون حلوه بس النفس في الاول هو بتاع ربنا سبحانه وتعالى. دايما بتكلم على الجزئيه دي ان مفيش حد بياخد رزق حد. مش انا معنى كلمه ان انا اكون شيف لبناني او اكون شيف مصري فمش حد يعمل زيي، لا ده في حد ممكن يعمل زيي واحلى مني كمان هو ربنا مديله الحته دي، انا هعمل وهياكل وهتاكل اكلي هو هيعمل وهتاكل اكله هو ده الرزق اللي بتكلم عليه. جميل جدا. حطيت طاسه. طاسه هنحط فيها سن زيت زيتون. زيت زيتون برضو. زيت زيتون. ومش تقدحها. لا مش هنعمل. جميل. تبدا الصوص بقى ازاي؟ هنبدا الصوص هندي سنه توم. مع سنه التوم هندي سنه نعناع عشان توم ونعناع فريش. فريش. جميل. علشان يبتدي معانا الريحه بتاعت النعناع والتوم يبتدوا يظهروا مع بعض. حلو. هندي بسنه بنوازات طماطم صغيره. طماطم من غير بذره شايفها؟ قطعها بالوازن هي قطعها صغيره قوي. بالظبط. وبعد كده هندي شويه فلفل الوان. حلو. واخر حاجه هننزل بصوص الطماطم اللي احنا عاملينه. صوص الطماطم اللي هو بتاعنا معاك. اللي هو طماطم مسلوقه. مسلوقه. ومفرومه كويس قوي ومضروبه وعلى صوص الطماطم متشوحه ببصلايه وفص توم. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. جميل جدا. حلو. الطماطم بتاعتنا ما فيهاش اي مشاكل خالص. فص توم على زيت الزيتون. على زيت الزيتون. اكيد هيفرق في الطعم. ده اساسيات الصوص. دايما اساسيات الصوص عندنا في اي بلد في العالم ليها حاجات اساسيه عشان نعمل صوص ونستمتع باي نوع من انواع الصوصات مثلا صوص لحمه صوص بطاطس صوص اي صوص بالدنيا لازم تكون ليه اساسيات. رقم واحد الماده الدهنيه. رقم اثنين الريحه او الطعم الاساسي فيه او الثابت اللي في الطبق زي مثلا البصلايه الصغيره الناعمه فص الثوم لو هتحط زعتر هتحط كرفس هتحط كرات الخضار العطري او الروائح الحلوه دي تبقى اساسيات في الصوص وهي دي بتبدا معايا كسوتيه او كقوام او يناسب بيه نسبه وتناسب في اي نوع من انواع الصوص وهو ده اللي بيبقى ريحته موجوده زي ما احنا عندنا في مصر بنعمل صوص طشه مثلا الكشري مثلا او الفته
حط لها كل حاجه من الاول وبتطلع عليها بسنه الخل، فبيأسس معاك الصوص وتاكل الفته كلها بريحه الصوص هو اللي اساسه. صح يا شيف نفسي؟ بالظبط. ماشي الكلام. حطيت انت الطماطم بتاعتك، الطماطم والنعناع والثوم، طماطم والنعناع والثوم، زعتر حطيت، فلفل ابيض جميل، وبعد كده هنسيبها بس ثواني وهننزل على شوية. هننزل بالفلفل وبعد كده احنا معانا اللوز. اللوز، اللوز ده على الوش، احنا بنحط على الوش بدل السنيبر، يعني المعتاد اللبنانيين بيشتغلوا على طول بالسنيبر. حلو، في شغلهم كله هو السنيبر عشان غالي شويه برضه، خلينا نوفر. بالظبط. بس احنا الطبق عدلنا فيه يبقى منه اللي هو الميديم سبايسي مع تغيير اللوز. حلو قوي زي الفل. وكمان اللوز انا شايفه متحمر، فاكيد هيبقى ليه طعم كويس قوي. جميل، حلو قوي. حط فلفل الالوان بتاع حضرتك وتاخد تشويحه على السريع. جميل، وده كده الصوص. تحط عليه على طول صوص النابوتيل بتاعك او الطماطم على طول. اتفضل. ويكون جاهز اول ما نطلع بالكفته. بالظبط. الكفته جاهزه ولا فاضله شويه؟ شويه. بالظبط. تمام، حلو قوي. يعني ده كده هياخد منك اي حاجه تانية ولا خلاص؟ لا كده خلاص. جميل جدا، يعني غلوتين وتحط على الكفته اول ما تطلع. طيب لما اطلع فاصل هرجع هنختم، المفروض هنقدر نكون كسبنا وقت نخلص دبس الرمان. دبس الرمان تاخد معاك وقت كتير؟ لا لا لا، انا عايز اكل. ماشي ماشي الكلام. طيب خلينا نقف عند الجزئيه دي، هنطلع فاصل صغير جدا عقبال ما نجيب الكفته. لو خدت بالكم الفاصل اللي قبله قلنا عقبال ما نجيب شيش طاووق، يعني طبعا شوايه فحم ما ينفعش تبقى موجوده لان حجم كبير ما شاء الله. عفوا. فناخد الشوايه او ناخد السيخ من على الشوايه بعد الفاصل او في الفاصل، ونرجع لكم على طول. اهلا بكم مره ثانيه مع معلومه هنيه. حاج موسى، شويت الكفته؟ خلصت كل حاجه؟ الله ينور عليك. طيب انت خلاص كده عملت الكفته وسويتها وتمام التمام، الصوص جاهز؟ جاهز. طيب هتغرف ازاي؟ هنغرف حضرتك، هنحط الكفته في الطاجن. حلو. نحط شويه صوص في الارضيه، نحط الكفته، نحط شويه صوص. جميل. بعد كده ناخد العجينه بتاعتنا. يلا بينا، توكل على الله. حلو قوي. تحط الاول حبه صوص من اللي انت عملتهم قبل ما تطلع الفاصل، قبل ما تطلع والكفته على الوش، كفته الخوش خاش اللبنانيه. بالظبط. مظبوط كده؟ وتطلع الكفته كده. جميل. وتحط، ما تزودش صلصه كتير عشان يبقى باين الكفته. بالظبط. بيني وبينك يعني. ايوه بس كده. والعجينه دي بقى ايه حكايتها بقى؟ ايه بقى الموضوع؟ دي العجينه ديت عباره زي بما يشابه عجينه السمبوسه. حلو. احنا عاملينها ليها طريقه معينه عندنا. ماشي. بنديها زبده، بنديها سنه الملح، بنديها سنه توم باودر. بناخد توم باودر. حلو. بصل باودر، بنطعمها العجينه برضه. جميل. عشان لما نشد على الطاجن هتشدها تبقى زي دي قصدك؟ بالظبط نفس العينه. نفس العينه. يعني هما الاثنين شكل واحد. هي العجينه. طب عشان نختصر الوقت عشان وقتنا خلاص. لو هتبقى نفس الشكل بلاش نوديها، خلينا نشوف الطبق احسن. ماشي اوكي. لكن لو هي هيها هيبقى الفرق عندي حاجه واحده عشان بس الكاميرا وعايز المشاهد يكون مميز. مميز ما بين الكفته وما بين الطبق الثاني، فهمت قصدي ايه؟ فخلينا نطلع الطبق زي ما هو كده ونعمل على طول الطبق اللي بعده. اما لو احنا او هو عنده شيف موسى الستاندر عنده في المطعم عشان عارفين برده ما نظلمش الراجل ان هو عامل مجهود كبير، الكفته دي بعد ما خلصها المفروض بيديها العجينه دي ويدخلها الفرن تبقى نفس الشكل ده. فاختصار للوقت بدل نفس الشكل، مش عايز اخلي حضراتكم بس تبقوا واخدين بالكم ان الطبق ده شكل الطبق ده، فمش عايز اعمل دي. ماشي الكلام يا شفنا؟ يلا بينا نخش على الكبده. الكبده بدبس الرمان واحده واحده بقى عشان نعرف كبده بدبس الرمان بتعملها ازاي بطريقه. اتفضل. جايب مثلا بيبقى عادل القلايه بتكون سخنه جدا. تمام. الطاسه سخنه جدا، اديها زيت. بسم الله. جميل. انا عاوز الزيت عشان الكبده تشرب من نفسها. انت عايز تحمرها مش تشوحها. لا مش حلو قوي. جميل. تنزل وهي سخنه. شوح كويس قوي الكبده من غير قلوب، من غير كلاوي، من غير اي حاجه. كبده سوا كلاوي. قال قصدي اقول اوانس بس طلع كلاوي. ماشي. شوحها كويس وبعد كده تحط عليها اللي انت عايزه كله. بعد كده تحط عليها دبس الرمان. بعد كده بنضيف عليها سنه توم وتوم ودبس رمان. دبس رمان وتوم والسماق ولا السماق ده مش تبعها؟ لا السماق بندي رشه من على الوش بس. على الوش بس تاتش بس عشان عشان المزازه السماق. حلو قوي. جميل. احنا بنشوحها لغايه ما تبتدي تقفل مسامتها كلها وتاخد الشوك كويس قوي وليها طعم معانا. وبعد كده بنضيف الثوم ونضيف بقى البهارات بتاعتنا اللي هي عباره عن الكزبره والفلفل. حلو. والدبس رمان. وبعد كده نروح مدين سنه فلفل الوان على اساس اللون ما يبقاش اللون القافل اللي هو بتاع الدبس، بيبقى اللون الغامق. ماشي. مع شويه ورق البقدونس على الوش وسنه السمنه. حلو قوي زي الفل. الله ينور عليك. اللعب برضه لبناني ليه مزاج. انا شخصيا بيني وبينك من افضل المطاعم اللي احب اكلها وانا مبسوط المطعم الايطالي
والمطعم اللبناني والمطعم التركي والمطعم المغربي. يعني في اكلات كده تاكلها تحس ان هي ليها طعم ما تنساهوش، ليها مميز، وليها طريقه في طبخها تحب تاكلها. او احنا كمصريين او كشرقيين بنميل اكتر للطبق اللي تحس ان هو ليه نفس او ليه مذاق، مش بس طبق عبيلي واديني وخش وخلص. لا حب الحاجه تكون ليها طعم. واكيد طبعا حضراتكم مأيدين بالفكره دي، ان مش كل المطاعم او كل المطابخ عشان اسمها حلو، يعني اكيد في اسامي كتير جدا بس اكلاتها تحس ان هي ملعبكه شويه، بتاكل كل فين وفين، تتاكل بس مش كل يوم اقدر اكلها. لكن اللبناني ممكن تاكل كل يوم او كل يومين، واللبناني فيه 500 طبق عندك من اول المقالي، اول كمان قبل المقالي وقبل المشاوي. اللبناني يعتمد اكتر اعتماد على السلطات والمقبلات، والمقبلات طبعا عندك من المحاشي الورق العنب بالليمون ويلعب عليه كتير جدا، عندك كمان الكبيبه وعندك السمبوسك وعندك حاجات قوي في اللبناني هي احلى من الاكل اللبناني دايما. حتى كمان لما تروح لبنان اكتر المطاعم هناك الشعبيه او اللي هي السياحيه شويه، او بتخش لو طلبت طبق مشويات طبق صغير جدا يكفي شخص او اثنين، ينزلك قدامه 15 20 طبق بدون مبالغه والله من المزات والسلطات. مظبوط يا شيخ؟ بالظبط. هو ده يعني عشان كده بنصح اي حد يروح بيروت او لبنان بالذات ما يزودش في الاكلات، يزود براحته خالص في السلطات، وهم كمان شعب كرمه جدا. بالزبط. يعني جميل، انت كده شوحت براحتك خالص. بالظبط. وتنميت هتحط على طول بعديها فص توم، فص توم بالزيت بتاعه. ما هو برضه زيت زيتون. حلو قوي. جميل حلو جدا. هنبتدي نضيف البهارات عشان تشرب مع. تبدا بقى من دلوقتي تحط البهارات. البهارات عباره عن كزبره، كزبره ناشفه، كزبره ناشفه، فلفل ابيض، فلفل اسود، بنجلس عشان الزعتر خفيفه. يلا وبعد كده توكل على الله عيش حياتك ونوصلك عشان تعرف على طول ان خلاص خلصنا وقتنا. كزبره، فلفل ابيض، دي كبده بدبس الرمان اتشوحت اول في زيت الزيتون، وتحط عليها كمان الزعتر، وتحط عليها كمان كل البهارات، اما الدبس الرمان في الاواخر. معلومه اقولها لحضراتكم برضو، دبس الرمان اللي كلنا عارفينه اكيد ده بالشكل دوت، هو نوع من انواع الصوصات الجاهزه، ما بتعملش في البيت ولا بتعمل في اي منطقه، هو بتعمل في بيروت او في لبنان عامه زي عندنا كده. يعني هم هناك ما بيشتروهوش جاهز، بيشتروه زي ما احنا في مصر هنا بنشتري الطحينه، ممكن نجيبها علب وممكن نجيبها من السرجه. هناك في مناطق معينه جدا في بيروت او في لبنان عامه ممكن تروح تشتري منهم الخامات كامله. يعني في منطقه اسمها برج حمود، برج حمود دي منطقه كامله فيها حاجات جدا من انواع الاكل والشرب، ومختصه كمان في كام نوع من انواع الاكلات. هتخش عند معظم العطارين او الجماعه العلافين اللي هم بيبيعوا البقوليات او بيبيعوا معظم انواع البهارات، فتشتري منهم الازايز مكتوب عليها بس دبس الرمان وتاريخ الصلاحيه فقط لا غير. ده انا شفته بعيني انا شخصيا، فبتجيبها من هناك وبسعر رخيص طبعا خالص غير ما بتجيبها من السوبر ماركت. فده كماده دبس الرمان تتباع هناك بفكره ان هو دي حاجه اساسيه زي عندنا في مصر. الطحينه تمشي مع الكبده، تمشي مع الفول، تمشي مع اي حاجه. الطحينه عندنا في مصر يعني اسهل حاجه في الدنيا. تمام خلصت. خلاص هنضيف الدبس على طول. هنضيف دبس رمان. كم معلقه مثلا؟ ثلاثه. ثلاث معالق كبار. ما نزودش وما نقصش. لا ليه؟ علشان التست ما يمررش، ما يمررش، ما يبقاش برضه ما يبقاش كويس. ما يبقاش اللذعه بتاعته عاليه قوي. فهمت قصدك ايه؟ الله ينور عليك. الله ينور يا شيف. وتقدمه برضه في الطبق الفخار او الطبق اللي هنا حاسس. حط حاجه في الارضيه؟ لا خالص، زي ما انت على زي ما انا. حلوه قوي فكره الاطباق النحاس دي، برضو فكره جميله جدا. يعني تحط حاجه زمان اهالينا وجدودنا اكيد انت نفس الكلام معايا، كانوا بيقولوا على النحاس ده نحاس احمر. وكانوا بيطبخوا على الكانون بيه. بالظبط. وكانوا بياكلوا بيه الاكل، هو كل حاجه كانت حل نحاس. بس دي نحاس تقديم. تقديم. اما النحاس بتاع زمان اللي بتكلم عنه كان اللي جوه هو اللي بره. يعني نفس اللون ونفس الماتيريال، بس كان النحاس طبعا يعني كل ما يقدم كل ما يحلو وكل ما فيه ريحه وطعم، هو والبريم والحاجات بتاعت زمان دي ملهاش يعني حل. نغرف ده كده تعرف على طول. كبده بدبس الرمان مع البهارات والتوابل وكل حاجه. جميل جدا. تسلم ايدك والله يا شيف، تعبناك واكلك زي الورد. الله ينور عليك. وكده في حاجه تحطها على الوش تاني؟ ندي شويه ورق، ورق بقدونس على الوش. وده كان اخر طبق مع شويه الوان من الاكل اللبناني بتاع حضرتك بتعمله بطريقه مختلفه. وسنه السماق. وسنه السماق. جميل. ده هيطلع على طول بالشكل ده.
اي حاجه تانية هتقدمها لنا قبل ما بيخش نفترس الاكل. حبيبي بشكرك جدا يا شيف موسى، بشكرك طبعا ان انت عملت طبق واثنين وثلاثه واربعه في الوقت وقرصنا عليك شويه في بعض المقادير، فدي يعني انا مبسوط جدا بحضرتك مبدئيا بصفه شخصيه طبعا اكيد كراجل مهني، وبصفه طبعا ان احنا تعبناك النهارده. بشكرك جدا شيف. دي كانت حلقتنا زي ما حضرتك شفت النهارده، كنا في مطعم لبناني، مطعم لبناني اكيد بيعمل اكل لبناني زي بقيه المطاعم، ولكن عنده كام طبق هو اللي احنا جايين عليه النهارده، عايزين نعرف ايه الجديد عنده او ايه المختلف اللي بيعمله بطريقته غير طريقه غيره. دي كانت حلقتنا، حلقه جديده، سلام عليكم.